قلنا واحد ان الهم جزء من ايش؟ جزء من النية. يعني من هم بحسنة كتبت له حسنة، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، هذا من كرم الله انه ما سواها. زين، قلنا اللي انك يكون همك اول اليوم شنو هو؟ تحافظ على صلاة الفجر، صلاتك، دراستك، هذا هم. يعني انك نويت من اصبح ود من اصبح ود اخرته اكبر همه، جعل الله غناه في صدره، جمع الله شمله، وتد الدنيا راغمه. صح، لازم تكون نيتي صافيه، صافيه، وتكون نيتي ان الله يرضى عني واني اتعلم عدل. صح صح. ومن اصبح والدنيا اكبر همه، شتت الله شمله، ولم يصد ولم يصب من الدنيا الا ما كتب الله له. زي يقولون شبهوا هذا راعي الدنيا، تعرف شبهوا راعي النيه، يضربون مثل، يقولون راعي النيه مثل اللي ورجال مقبل على كشاف، كشاف معلق هو رايح له، شو يصير النور وين؟ وجهه، ويصير ظلاله وين؟ وراه، يلحقه. قالوا هذا اللي مقبل على الاخره، يصير هو مقبل على النور والدنيا تلحقه اللي هو ظلاله، بس فره يصير وجهه مظلم، يصير ظلاله قدام، يلحق من الدنيا ما الله اللي كتب له. ويقولون نيتك تبيع لك وتشتري لك، اذا صارت النيه صالحه في عقب تشتري. شوف النيه حسنه جابت لك، عادي يستاهل. تعطيني.